غير بعيد عن القلب النابض لمكسيكو تجتذب الزائر كما المقيم بهذه المدينة المليونية. روائح الطاكو والمقبلات المكسيكية الشهيرة وأصوات الباعة تتعالى للفت انتباه المرة إلى معروضاتهم. وهنا بميركادو دي لا ميرسيد، أحد الأسواق الشعبية التي تعد مركزا اقتصاديا للمدينة. أسواق التيانغيس أو الأسواق الشعبية تكتسي أهمية اقتصادية كبيرة، كونها قبلة رئيسية للطبقات المتوسطة والفقيرة، ناهيك عن حمولتها التاريخية والثقافية بالنسبة لنا كمكسيكيين. بالأسواق الشعبية عدة أقسام، منها ما هو مخصص للمواد الاستهلاكية، ومنها ما هو مخصص لبيع الأطعمة أو الأثاث أو الأدوات المستخدمة، وتضم أيضا قسما يعرض تذكارات وقطع أثرية. الأسواق الشعبية لا تزال تجسيدا حيا للتقاليد والفولكلور الأصلي لمكسيكو ما قبل عصر العولمة والتكنولوجيات، ويعكس بعضها أيضا نبض المدينة وخصوصيتها العديدة. تضم مكسيكو أكثر من 600 سوق شعبي، يوجد أكثر من نصفها بأحيائها الشرقية مثل ميغيل دي هيدالغو وخوسي ماريا موريليس أو سنترال دي أباستو. ورغم انتشار الأسواق أو المتاجر الحديثة، لا يزال للأسواق الشعبية رونق خاص ومكانة مهمة، فإلى جانب جاذبيتها السياحية الكبيرة تعتبر محركا أساسيا لاقتصاد المدينة ومصدر دخل للآلاف. عماد حقي، إيفنت كات، مكسيكو.